واضر واضر حدايا انت. المحامي زيان رفقة المحامي ديالو ورفقة اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي نعم ارجع صاحبي انا ها هاد لحظات خروج زيان بلا تأخر 15 يوم بلا تأخر 15 يوم بصعوبة وهو اللي كيزعلني نظن أن هناك من يريد أن يسرع بهذا الملف السرعة الهدف ديالنا وأن ما نوصلش للحقيقة ولكني انا كنوعدكم غادي نوصلكم الحقيقه فيما يخص الملف هذا. حجه بحجه. 15 يوم كان ماشي الاربع جاي الاربع جاي. الاربع جاي. هما باغيين يسرعوا باش الحقيقه ما تبرش ولكني انا غادي نبرزها لكم. بجميع الوسائل ان شاء الله باذن الله. اخواني وثبت ان هناك من يريد ان يصرع بهذا الملف ويدوزو في اقرب وقت ممكن بلا ما يعطينا الوقت الكافي باش نبحثوا على العناصر وعلى الحجاج ومناقشتها مع العلم ان حنايا تابعين القضية لا فيما يخص الخارج لان ما تنساوش بان القضية دي مرتبطة بالضابطة وهيبة اللي موجودة في الولايات المتحدة وجاو كيخربحوا كيشطحوا واحد الملف وجابوا شي حد من الامارات كذلك باش يشطحني ولكن هذيك ديال الامارات لا تهمني ولكن اللي كيهمني بان البعد الجغرافي ديال القضية دي والعناصر الدولية ديالها كتعني انني انا كخصني نخدم ليل نهار باش هاد العملية ديال الصراع في الملف باش في الحقيقة ما تبرزش انا يمكن نتغلب بإذن الله سبحانه وتعالى ونبرز الحقيقة مهما كان الثمن ومهما كانت المجهودات وبالتالي الله يخليك كمل الله يخليك انا على كل حال الجميع اعترف بان هناك واحد الحق ديال الدفاع الحق الدفاع هو تأييد المرافق صحيح الدفاع تأييد الدفاع كان صعيب اخيرا لان كانت عندنا 15 يوم ديال الاضرابات ديال مرتبطه باللقاح وقبل الملف كان صفار كاين عصرين وحنا كنتمشوا عليه بون دابا جي الملف توجد واللي استطعنا نصوروه غادي نبداو المرحله الثانيه هي انه نترسو الحجاج ونوجدو لا كونتراكت الحجاج المضاد اننا كبير على كل حال الله يجزا الله على كل شيء قدير يمكن له يخلق هذا القاضي اللي غادي يكون في المستوى وما غادي يخافش وما غادي ينبطحش وما غادي يحدث امام الرغبه ديال المفسدين علاش ما نامنوش بالله سبحانه وتعالى كل شيء ممكن المهم انني انا كنوعدكم كلكم بانه غندير مجهودي باش نبرز الحقيقه في جميع الملفات اللي كتصاوب ليا الله يطلع عليهم انا معاكم
شكرا جزيلا. انا اولا بغيت نشكركم على العناية اللي كتهتموني وكتهتمونا القضية دي. هذه حجة بأنه هذه قضية ديال الرأي العام، الرأي العام يتابعوا هالقضية دي قناعة منه بأنه هذه الطريقة الوحيدة اللي عندنا باش نحاربوا الظلم والفساد، وغادي نحاربوا الظلم والفساد فيما كانوا بدون مناقشة، رغم أنه جميع كيبغي يضغط عليا. أنا هنا هالإخوان باش نحارب الظلم وباش نحارب الفساد. انا عندي 80 عام ما بقى لي ما ندير الدنيا، انا كنفتش على الاخره، لا اخشى الا الله، والله وعد لي بالنصر ان شاء الله. الا ان نصر الله قريب، الا ان نصر الله قريب ان شاء الله. سيدي شنو هذا روالو اخر 15 يوم بحال نسيتي ديك السيد، بحال نسيتي بحال نسيتي ديك السيد مخلع. ما تنساوش بان انا كنتمنى انا نتحاكم والشكايه للوزير الداخليه، وكل صباح كيصبح عليا البوليس في الدار كيقول لي عاود الدار البيضاء صدقوك. وتصوروا تصوروا الحاله اللي وصلنا بها في المغرب. متتبعين على جريدة صوت العدالة، كانوا متواجدوا مباشرة من أمام ابتدائية الرباط. وفي هذه اللحظات نقضوا صلاح مجلس الأستاذ محمد زياد. المحكمة تتلى 15 يوم باش يهيئوا الدفاع ديالنا. أنا اللي كنقول لكم بأن خلال 15 يوم غادي نترسل زجاج للنيابة العامة أو للشرطة القضائية يسمعها السجن، وغادي نوصلوا لكم باش نقول لكم الحجج المتسقة، وبأن غادي يكونوا جوج ديال المحاكمات، واحد محاكمة في الداخل والمحاكمة الحقيقية على برا. الذي يعني هو أنه الشعب برا، يعني أنه الشعب لا، لأن هناك ظالمين ظالمين، وبأن الظالمين غادي يفشلوا، وبأن الظالمين غادي يجعلوا لهم حد، وبأن الظلم غادي يترفع في البلاد هذه. كيحاولوا يقولوا بان زيان الطرف مختار ما يخدموش مستحيل يمكن نقول لكم بان فيما يخص واحد ديال المشتكيه من جايه من دوله خارجيه، هذاك الامور سهله. هي كتقول هو كاين فيه وما كاين حتى شي حجه ماديه في التاريخ. انا كنفكروا ماشي مستحيل. اللي يمكن نقول لكم المشكل ديال هاد السيده، وفي اخر فيديو راك شفتوا المشكل ديالها، ما بغاتش تخلص المحامي. انا دابا راه كتغوت كتقول لك ضروري 10% ديال الاتعاب، تقدم ناقد فلان وطلبت منك الاتعاب ما بغاتش تخلص. كتقول لك انا شخصيا جبدتني، قالت لك انا نبت عليها ودرت مطالب مدنيه وما حضرتش، ما حضرتش حتى التنازل ديالي في المنفى. ما بغيتيش تخلصيني، ما بغاش تخلصني. هذيك الهضره نوب عليها فابور، هي راه قاعده عندكم. ما بقيتش كنحضر حتى التنازل ديالك، حتى ما بقاش تخلصني لسبب بسيط. هاد السيده هادي المشكل هي ما بقاش تخلصك حتى صافي. هادشي اللي كاين كنت عايش شي حاجه خوف القضيه. شكرا. مرحبا.
بان انه هذه المره هذه غادي نستطيعوا نثبتوا الليله ديالنا لان غادي تحل الميلاد وغادي تكون الفرصه اننا نصوروه ونبرزوه ونشوف الحجج اللي كاينه في الصغير غادي نهاي الحجج غادي يكون تشوف المتابعه وان شاء الله بحال اللي قلت لكم انا املي كبير انكم غادي تساعدوني باش نخلص من الراي العام الوطني والشارع المغربي ما يجري وما هي حقيقه المحاكمه لان ما لا يهمني ليس الحكم الذي سيصدر من هذا من هذه العماره هذه التي لا يجري يهمني هو الحكم اللي غادي يطلع من الشعب المغربي لانه هو اللي كيحكم هو اللي عنده السلطه هو اللي الله معاه هو للملائكه غادي يبلغوا كلامه واذا شافوا الملائكه ان الشعب معايا غادي يبلغوا الملأ سبحانه وتعالى ان الشعب كيبغيني واذا كان الشعب كيبغيني معنى ان الله غادي يبغيني واذا كان الله كيبغيني راه ما عند العبد اللي يدير ليا. استاذ مخدينا استاذ كيفاش؟ لكن مستجدات انا البناء غادي يتاخر 15 يوم وبانه القاضي بارد رزين ما كينفع هادشي هذه علامة ديال الخير هذه علامة ديال الخير والنقاش كان حر كانت مناقشة سخونة ما بين المحاميين وهذه علامة ديال الخير في حد ذاتها ما فيها حتى شي حاجة ديال العيب وإذا تسخن الطرح واحد القاعة ديال المحاكمات بالعكس هذا شيء طبيعي وراني أنا متسكل عليكم أنتوما باش تبلغوا للشعب المغربي حقيقة ما سيجري في هذه البناية انطلاقا من كوني أنا لا أؤمن إلا بالحكم ديال الشارع بالحكم ديال الشعب لأنه هو اللي كيهمني. شنو الرسالة ديالك أستاذ اليوم للشعب المغربي اللي كيشارك عبر القنوات هادو كاملين؟ الرسالة الواضحة اللي كتوجه للشعب المغربي مش أنه أزر القضية ديالك. أنا كنقول ألا إن نصر الله قريب ما تشكوش في النصر ديال سيدي ربي. امنوا بان الله كاين ووجود الله هي وجود العداله امنوا بان الظلم غادي ترتفع في البلاد هذه امنوا بان المحاسبه غتجي والمفسدين غادي يردوا لنا رزقنا امنوا بهالحقيقه هذه واخا استاذ واحد السؤال بخصوص التهمه ديال الخيانه الزوجيه واش بان المشتكي ولا مازال انا ما عرفتش انا باغي انا غادي نطلع الملف الشروط ديال الخيانه الزوجيه واضحه انا ما شوفش انا عارف بانني انا ما خنت حتى شي واحد وما كان حتى شي مره مزوجه في حياتي كانت عندي معها شي نوع ديال العلاقه وبالتالي شنو نقول لكم ما عرفتش كيفاش نفسرها لكم الخيانه الزوجيه عندها ثلاثه ديال الشروط اما حاله تلبس وراه قالتها اليوم وهيبه الضابطه وهيبه السي سميتك الحموشي ملي انت عندك هاد الكاميرات في وسط الديور وفي وسط البيوت وفي وسط لوطيلات كنت تتسنى بحال اعتقلنا حنا زبط بحال التلبس كنا نسالو كاع المناقشه دي معك فضينا ملي ما درتيهاش لان ما كايناش الواقعه ما كاينه بديتي كتخيط متابعينا على جريدة صوت العدالة هنا كنتواجدوا مباشرة من أمام ابتدائية الرباط كانت أطوار محاكمة المحامي زيان الجلسة الرابعة على التوالي الآن كما كيصرح لنا بأنه تم تأجيل الجلسة وعدم ثبوت انا واحد دابا